باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن التوافق في مستوى ونوع ومكان التعليم، وحلقة قبلها اتكلمنا عن التوافق فيما يخص السن، السن المناسب وفارق السن المناسب. النهاردة الحقيقة عايز اتكلم معاكم عن التوافق الاجتماعي. ولما قلت توافق اجتماعي حصلت الضوء عليها بشيء من التفاصيل شوية. هنا اي شاب بيفكر يتجوز اول حاجة تشغله بنت مين، عيلتها ايه، عايز اسم عيلة، واحد يدور على اسم عيلة كبير، عيلة لها تاريخ في البلد، عيلة اسمها منور كده في البلد. لما انا نسبت عيلة فلان، وربما مجرد ان انتسب لهذه عيلة واخد منها دي تنجحني في شغلي وتنجحني في علاقاتي وتنجحني على المستوى السياسي وحاجات كتير قوي. بس انت بتدور على اسم العيلة دي، دخلت جوه وشفت ظروف العيلة دي ايه، علاقة افراد العيلة ببعض ايه، الاستقرار جوه العيله دي ايه. انت بتدور على اسم دون ان تفكر في الحياه الداخليه للعيله وظروف العيله. واحد تاني يدور على عيله لها اسم وعيله لها مكانه. طب يا ترى، رجعت لورا وبصيت كده وراك على عيلتك وشفت مكانة عيلتك واسم عيلتك، هو انت بتدور بس على اسم عيلتها ومكانة عائلتها دون ان تفكر ان عيلتك انت تناسبهم ولا لا؟ وتخش في حرب بقى، تبدأ عاطفيا تغري البنت وتربط البنت بيك وهم رافضين لان عيلتك مختلفة عن عيلتهم، وتعيشوا سنين في حرب عشان تضغطوا على عيلة البنت توافق على الجواز منك وانت عيلتك اقل. للاسف ده اللي بيحصل. طب حبيبي عايز اقول لك حاجه، ده واحد احيانا الهدف هو العيله وليست الفتاه، بمعنى كل تفكيره اسم العيله ايه، مكانه العيله ايه، ويروح انا رايح عايز ادور على حد في العيله دي، مش انا حبيت دي واقتنعت بدي اللي من العيله دي. طب يعني هو اللي يعيش معك جوه البيت العيلة ولا شريك الحياة؟ فكرت في العيلة وما فكرتش في الشخص؟ مستعد تتجوز اي حد بس يبقى من العيلة دي. حبيبي كلام غريب وما ينفعش. برضو عايز اقول لك حاجة، شوية حاجة تاخد بالك منها. وانت بتدور على عيلة لابد يبقى في توافق بين العيلتين وارتياح لتعامل العيلتين مع بعض، لان وجود سلام بين العيلتين وتعاون بين العيلتين يمثل صمام امن في استقرار الاسرة الصغيرة الوليدة اللي هو انت والزوجة اللي هتتزوجها. يبقى ده اللي تفكر فيه، ازاي العيلتين يبقوا متناسبين ومرتبطين ببعض. برضه عايز اقول لك حاجه، ما تفكرش في عيله كبيره بامكانيات اعلى منك كتير حتى لو انت مرتبك معقول. عايز اقول لك حاجه مهمه قوي في النقطه دي، اي شاب ممكن يعيش في مستوى دخل اقل من اللي عاشه في بيت اهله، انما يستحيل على اي فتاه
انها تعيش في مستوى اقل من اللي كانت عايشاه في وسط اهلها. مهما قلنا ده في مشاعر حب وفي عواطف، ده مستعدة تبيع الدنيا علشاني، دي مرحلة. العواطف تأثيرها وقتي ونسبي، بعد الجواز مش هتحتمل لك اي تصرف خاطئ. ده انا بعت الدنيا علشانك، ده انا نزلت من مستوى عيلتي علشانك، ده انا اختي بتجيب، ده انا اختي عندها، ده جوز اختي عمل. طب وبعدين حبيبي هتعيش في مشاكل. هقول لك نقطة تانية مهمة قوي. ممكن جدا تتجوزت عيلة كبيرة وتتوقع من أهلها إنهم هيساعدوها. على فكرة الأهل يساعدوا الابن أكتر مما يساعدوا البنت. مساعدتهم للبنت حد ما يوصلوها بيت الجواز، يساعدوها في الجواز، في العفش، في الشقة، في أي حاجة، يعملها أحسن احتفال في جوازها، إنما بعد الجواز يساعدوها قليلة شوية. طب مش كده وبس. طب ده أنا هفترض إن أهلها بيساعدوها. طبعا حضرتك هتقول أنا مش حاكم البيت، أهلها اللي حاكمينه، ده هي بس تشاور لأبوها أنا عايز أغير العفش ولا عايز أغير الحمام، الدنيا تتقلب وتتكسر وفي أيام يتغير. أنا فين؟ اللي هقول عليه لا هيتعمل عن طريق أهله. أنا ما بقتش راجل البيت، أنا مش طايق أقعد في البيت، أنا محبة أهلها ليها ومساعدة أهلها ليها هي سبب مشكلتي في الحياة. تتخيل ما ده هيحصل؟ عايز أقول لك حاجة حبيبي، أنا بقول لك من تجارب حقيقية، أنا بقول لك قدام عينيا عشرات الحالات اللي مرت عليا على مدى حوالي 30 سنة. فأنا بس بلخص لك اللي هيحصل اللي أنت مش واخد بالك منه. طيب ما تقبلش الجواز من حد أعلى منك مهما كانت المبررات. عايز أفكرك بقصة لطيفة جدا، وهي قصة داود النبي. داود النبي أصله إيه؟ داود النبي بيساعد أبوه في رعاية الغنم. وعشان نعرف مستوى المادي بتاع أبوه أو الاجتماعي، إن اللي بيرعى الغنم كان وقتها أصغر ولاده، يعني محتاجة واحد بس والأصغر، يعني عدد الغنمات قليل، ده داود. إنما عمل النعمة في حياة داود ان هو ربنا اداله نعمة وانتصر على جريات ودخل من انتصار لانتصار لانتصار، والدنيا كلها فرحانة بداود عشان هذا الفتى ثم الشاب اللي ربنا بيشتغل معاه بشكل عجيب جدا جدا جدا. وبعدين في مرحلة لقينا شاول بيعرض بنته الكبيرة على داود، قال له ايه؟ هوذا ابنتي ميرب الكبيرة أو ابنتي الكبيرة ميرب أعطيك إياها امرأة. يا أظن أنت كنت تفرح مش كده؟ ده بنت الملك. لا داود ما نساش إن هو لما تقابل مع شاول وقدم نفسه لشاول قال له كده، أنا ابن عبدك يسة البيت لحم، أنا ابن عبدك يسة البيت لحم. وكمل في كلامه معاه، قال من أنا وما هي حياتي وعشيرة أبي في إسرائيل حتى أكون سهرا للملك. ما قبلش، رفض. والإغراءات كانت أشد، لدرجة أن الملك بدأ يبعت له ناس يعني يغروه بالموضوع ويكلموه تاني في الموضوع، ما بقاش كلام الملك لوحده. فكان ردوا على رجال شاول، هل هو مستخف في أعينكم مصاهرة الملك وأنا رجل مسكين وحقير؟ يا ده انت داود، بس أنا مش ناسي حجم عيلتي إيه وإمكانيات شاول حاليا إيه. أنا مقدرش، أنا متأكد إن الزواج مش هينجح. بس إذن يا حبيبي
ما تفكرش غير في نفس المستوى. عايز اقول لك حاجه مهمه قوي، انا لما بتكلم عن المستوى الاجتماعي لا اعني اطلاقا تملك ايه وهي تملك ايه، او عيلتك عندها ايه وعيلتها عندها ايه. في حاجه اكثر اهميه بنسميها ايه؟ style of life. يعني ايه style of life؟ اسلوب الحياة، اسلوب المعيشة. يعني واحد غني جدا 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 عنده مزرعة فيها 1000 من البقر مثلا، امكانياته ايه بالالف بقرة؟ ده حكاية، دخله اليوم ايه ما تقدرش تعد. او عنده مزارع فراخ قد كده، دخله ايه كبير، بس هو عايش في قرية ما خرجش منها. طيب لو دخلت بيته ده اللي عنده 1000 بقرة بياكل ازاي؟ بايده ولا في معلقة ولا في معلقة وشوكة وسكينة؟ من فضلك قول لي. يعني اقول لك حاجة ما تزعلش مني، بياخد حمام كم مرة في اليوم؟ ادعم، كم مرة في اليوم؟ طب قول كم مرة في الاسبوع؟ طب قول مرة في الاسبوع. ده ستايل اوف لايف، ده اسلوب حياه. بيستخدم فرش السنان كم مره؟ لما يبقى عندهم عيد ميلاد بيعملوا ايه؟ المهم البط والوز مش كده؟ ولا في هدايا ذهب والماز يقدر يجيب ده بس بيعمل ده؟ ستايل اوف لايف. الشخص ده اللي عنده مزارع يوم ما هيخطب هيجيب ذهب ولا الماز؟ ذهب مصري ولا ايطالي؟ ده اسمه ستايل اوف لايف، اسلوب حياه. يبقى اذا الموضوع مش كم ما نملك. يعني واحد عنده مزرعه هيتجوز بنت واحد عنده قريه سياحيه في شرم الشيخ، او عنده مكتب سياحي بيتعامل مع الاجانب بلغات متعدده، وهي طبعا بتكلم لغات، وهو طول النهار في مزرعه المواشي بيتكلم اهل لغه. مع مين؟ معذره لأعزائي، ما أنا منكم عايش في الدلتا وعندي مزرعة مواشي للكنيسة ووقف وسط المواشي، ده مش عيب، بس أنا لما أفكر لازم أفكر صح عشان أبقى زواجي ناجح في المستقبل. يبقى لازم أخش كمان في حتة أسلوب الحياة إيه. ده فيما يتعلق بالمستوى الاجتماعي، لا تتجاهل هذا الأمر. هختم الحلقة بحاجة سريعة فيما يخص الطوائف الديني، وده على فكرة أنا قلتها في الآخر لأنها أهم عنصر في هذا الأمر. لما بقول توافق ديني يعني بقول من نفس الدين، ده احنا بندور على عوامل مشتركة بين الاتنين كثيرة جدا عشان نقول ها الجواز ده ممكن ينجح. فلما أجي من البداية بحط نقطة خلاف كبيرة جدا، جوازي اللي هينجح ان شاء الله. اذا مع اختلاف الدين يفشل الزواج. ده مش كده بس، مش بقول بس نفس الدين، بقول نفس الطائفة. يعني ايه نفس الطائفة؟ يعني انت ابت ارثوذكسي هتتجوز ابت ارثوذكسية، اخونا البروتستانت هيتجوز بروتستانتية. طب تقول لي ايه، ما احنا مسيحيين وعندنا انجيل واحد. طب انت بتصوم وهو ما بيصومش، هتعملوا ايه مع بعض؟ طب انت عندك اعتراف وهو لا يؤمن بالاعتراف. طب انت عندك الذبيحه جسد ودم المسيح الحقيقي وهو لا يؤمن بانه جسد ودم حقيقي للمسيح. انت عندك المعموديه حتى تصير ابنا لله وهو ما فهمه عن المعموديه امر خاطئ مختلف تماما. انت بتتكلم عن الميرون ودوره في عمل الروح القدس في حياتنا هو يبتسم لك اللي بتقوله ده. كيف ستستقيم الحياة؟ وبعدين حضرتك بتقول لي ما انا اصلها متدينة بس انجيلية، هي اللي هتربي، هتاخدهم اهل الكنيسة، هتعلمهم ايه؟ هتربيهم على اي مبادئ؟ من اول يوم انت اوجدت انقسام في الاسر يا حبيبي ابعد عن العاطفة عن الموضوع وحكم العقل اولا. النقطة الثانية او الثالثة بقى اقول لك من نفس المستوى الروحي، لما بتكلم على التوافق الديني بقول الدين
بقول العقيده، بقول المستوى الروحي. كتير من بناتنا تقول لك لا ما تقلقش يا سيدنا، ما تقلقش يا ابونا، ده استعداده حلو قوي، بس هو الظروف ما سمحتش انه يتربى جوه الكنيسه. يعني ايه استعداده حلو؟ بتخدعي نفسك ليه؟ استعداده حلو هيقول ايه ويعلم ايه جوه البيت. استعداده حلو اللي ما ترباش من صغره جوه الكنيسه ودانه خدت على الحان الكنيسه ومناخيره عاشت مع بخور الكنيسه. القداس بالنسبه له ممل لانه ما ترباش جوه الكنيسه من صغره. اللغه اللي بتصلوا بيها ممله لانه عايز عربي وفي قبطي. الالحان الطويله ده ايه لازمتها؟ ما قدرش يعيش، يبقى عاوز يروح اخر القداس عشان يتناول اذا راح. عشان كده يا ولادي بقول من نفس الدين، من نفس العقيده، من نفس المستوى الروحي، اذا اردنا زواجا ناجحا. هذا يا احبائي ما يتعلق بالتوافق في الزواج. التوافق فيما يخص السن، فيما يخص التعليم، فيما يخص المستوى الاجتماعي، فيما يخص البعد الديني. واكتفي بهذا القدر، واكتفي بالحديث عن ولادنا اللي عايشين في مصر. ومن الحلقة الجاية اتكلم عن ولادنا اللي عايشين خارج مصر او اللي هيتجوزوا من مصر وهم عايشين بره. ده من نقطة مهمة قوي تهم ولادنا وبناتنا اللي خارج مصر واللي يقبلوا الجواز ممن هم خارج مصر. ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وكل أوان ولا ظهر دور عنه.